ليست التربية تلقينا وحفظا للمعلومات، بل هي عملية معقدة تهدف إلى بناء شخصية متوازنة، شخصية لا تحفظ المعارف فقط، بل تستطيع التعامل مع المواقف والمتغيرات المحتملة في مسيرة الحياة. مجمع ليدرز التربوي هو جمعية غير حكومية، وهي المدرسة الأولى في المنطقة التي تعتمد نظرية لعملها هي نظرية ويليام جراسر. نظام التقييم عندنا يختلف عن المدارس الأخرى، فنحن نؤمن بأن هناك أشياء مهمة لتطوير المجتمع، منها تحمل المسؤولية وعدم الإضرار بالآخرين، وليس التركيز فقط على الذكاء الامتحاني. التجربة التربوية الفريدة في مجمع ليدرز بمدينة حلبجة تهدف إلى بناء قدرات التلاميذ وجعلهم بالفعل قادة المستقبل عبر دعم اعتمادهم على أنفسهم. من أجل ذلك يخصص المجمع يوماً أسبوعياً يدير فيه التلاميذ المدرسة، فمنهم من يصبح في ذلك اليوم مديراً وآخر معلماً وهكذا. حتى تكون مدرساً يجب أن يكون لديك قلباً طيباً مع الطلاب وتتعامل معهم بودية، وإذا لم يفهموا الأسئلة على المدرس أن يتعامل معهم بصورة ودية وإفهامهم دون عصبية. اليوم أنا درست الطلاب عن طريق إعطاء قصة عن قواعد المدينة الواجب اتباعها، وأجوبة الطلبة كانت جيدة. ويؤكد معلمو المجمع نجاح التجربة الفريدة برغم صعوباتها لتكون سابقة يحتذى بها في المدارس الأخرى. في البداية كانت صعبة، لكن مع مرور الأيام ظهرت نسبة نجاح كبيرة جدا. الطلاب أحبوا الفكرة ويعني أشبعوا رغباتهم في إظهار قدراتهم بأن يكونوا معلمين. ويكتمل النسق بين الإدارة والطلبة والمعلمين من أجل إنجاز الأهداف التربوية وبناء الشخصية القيادية في نفوس الطلاب.